شكرا لك. صار لي اهداف اخرى، مش هي الاهداف ديال انني في الحياه نفع الدوله الاوروبيه باش نعلموا التلاميذ ديالنا. ياتي اللقاء ديال اليوم بالدار البيضاء ديال جمعيه حقوق الضحايا في اطار مجموعه من سلسله اللقاءات الداخليه اللي تشتغل عليها المكتب التنفيذي ديال الجمعيه من اجل رسم واحد البرنامج نابع من واحد المساله تشاركيه بين مجموعه من المختصين في القضايا ديال حقوق الضحايا. وكيجي اليوم كذلك من اجل تنزيل مضامين اليومين الدراسيين اللي سبق تنظيمهم بدين الرباط ايام 1 و2 و5، وهذا كله من اجل العقلنه والحكامه ديال العمل ديال الجمعيه، وكذلك من اجل ايصال صوت الضحيه لمختلف مكونات المجتمع، الدوله، مؤسسات تشريعيه، مؤسسات وسائطيه. هذا هو الهدف ديالنا اليوم. اليوم ان شاء الله غادي البلان داكسيون ولا فيزيبيليتي ديال لاسوسياسيون اللي كنخرجوهم من هذيك الايام الدراسيه، واللي غادي تكون موضوع مذكرات ترافعيه سواء امام المجتمع او امام الهيئات التشريعيه او الوسائطيه. وحنا ما غاديش نكونوا يعني نقولوا حنا غنقلوا من الدائره، ولكن احنا اولا بعدا اولا صوت الضحيه ما يبقاش التبخيز ديالو، ما تبقاش المصادره ديالو، وكذلك الضحيه خاصو يتمتع بما كفلته له المواثيق الدوليه من حمايه. وعندنا حالات معروضه على انظار الجمعيه اللي لا الدوله ولا الضحي ولا المتهم يعني جبر الخواطر ديالهم من خلال اما احكام قضائيه كاينه حائزه قوه شيء مقدبي، او من خلال الجراح اللي كتبقى عالقه وكيخص المواكبه النفسيه، ومن خلال مؤسسات وسائطيه كالمجلس الوطني لحقوق الانسان او غيرها مما اوكله المشرع له هذه المهمه. اذا هذا هو المضمون ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم، هو انه هذاك الشيء اللي درنا في اليومين الدراسي ننزلوه في اطار برنامج، وفي نفس الوقت باش يكون عندنا واحد العمل محكم ومتقون، ويعني عنده واحد الاهداف متوخط للتحقق سواء على المدى الاني او المتوسط او البعيد. عندنا ضحايا اللي قضاياهم معروضه على انظار القضاء او التي غادي تعرض، ومن مختلف الشرائح الاجتماعيه من صحفيات، من ممثلات، من اشخاص يعني عامين وخاصين. وبغيت نقول لك يعني لا نشتغل فقط على الضحايا اللي هما في صنف النساء، كذلك حتى في صنف الرجال. وعندنا امور معروضه علينا، غادي نتداولوا في هذاك العمل ديال الداخلي ديال المكتب، ولما غادي نتبناو قضيه ما السيده الرئيسه راه غادي تبلغ الراي العام بذلك.